يوم الزفاف هو مناسبة فريدة في حياة كل امرأة، وتلعب فساتين الزفاف دورا حاسما في جعل هذه المناسبة لا تنسى. سمية، يقال أن فستان العروس يعكس أسلوبها ويعبر عن شخصيتها وذوقها، كما أن عالم الأزياء العروس يشهد اليوم تنوعا في الألوان والتصاميم، وليس مقتصرا على الفستان الأبيض التقليدي اللي تعودنا عليه. صحيح، اليوم سيكون في ضيافتنا صاحبة متجر يمني في إسطنبول، جمعت تصميمات راقية في محلها لتسهل لكل العرائس اختيار الفستان الذي يليق بهذه المناسبة الفاخرة. نرحب معنا بمصممة الأزياء منى نبيل غانم، ويسعد صباحك ويا أهلا وسهلا فيك. صباحكم بكل خير يا رب، نورتينا في صباح بلقيس. نوركم، شكرا لاستضافتكم الكريمة. يعني أنا يعني كنا نشوف الصور وأثناء يعني إعداد الفقرات، وكنا نشوف ما شاء الله يعني حاجة في قمة الجمال، اختيارات رائعة جدا. والله أنا مبهورة، حاسة أني مطمنة لو أنا يعني قررت أني أخذ تجربة الزواج في معايا بوتيك. لا فعلا راقية جدا، فكيف بدأت هذا يعني الفكرة؟ دائما نحرص عليه، يعني أنا أحرص عليه دائما. هي الفكرة تقريبا بدأت من سنتين أو سنتين ونصف، يعني عندما وجدت أنه أغلب الفتيات المقبلات على الزواج وجهتهم الأولى دائما تكون في البحث عن فساتين الزفاف هي تركيا، يعني من ضمن البلدان الرائجة في مجال الفاشن والأزياء. فقلت ليش لا، ليش استغل اولا تواجدي في تركيا، ثانيا انه استغل حبي وشغفي في مجال الازياء والفاشن. فبدات باول فستان زفاف، فكان الفيدباكس من الناس مره ايجابي ومبهورين وكويس، ومن هنا بدات الانطلاقه. فبعد وقت الفستان الثاني والثالث وما الى ذلك. طيب منى، عندك خبره يعني في مجال تصميم الفساتين بحيث يعني انك اخذتي هذا الموضوع؟ أنا في الواقع عندي الشغف والحب في هذا المجال، يعني طبعاً أنا دراستي بعيدة كل البعد عن المجال اللي أشتغل فيه، فأنا دراستي كانت إعلام بالمناسبة. يعني بتكوني زميلة. يفترض. ولكن تحول المسار. الحياة تقودنا. صحيح. صحيح. فعندي شغف وحب في مجال الأزياء والفاشن والموضة فأول ما بدأت، طبعاً أي شخص يبدأ دائماً البداية تكون بسيطة وتكون الخبرة محدودة. فمع الوقت والممارسة أصبحت الخبرة أكثر، فأكيد أنه خبرتي الآن غير خبرتي من سنتين أو كذا، فهي أكثر وأكيد حتكون أكثر بعد سنة إن شاء الله. جميل جدا. طيب أنت تعرفي عالم الأزياء متعدد، يعني في تصاميم كلاسيكية، في سيمبل، في اللي هي يسموها الملكي، في أنواع كثيرة. أنت إيش النوع اللي تحسي أنت الأقرب له أو تحاولي أنت توفريه في البوتيك الموجود معك؟ يعني أنا عادة أحاول أرضي جميع الأذواق، لأنه إحنا الآن في يعني مجال جدا متنوع، فلازم أنه نوفر موديلات ترضي جميع الأذواق، لكن لابد من أنه تكون في لمسة خاصة اللي يعني تعبر عن ذوق أو تاتش لمنى نبيل. أنا في العادة أحب التصاميم الملكية، أو أنه الفستان يكون فيه لمسة ملكية تكون مبهرة. أيوة. في العادة. طيب هل تعتمدي على تصميمك أم مثلا تلقي المتاجر أخرى أو مصممين يعني آخرين؟ يعني هو التصميم في البداية يكون فكرة، الفكرة تكون من قبل العميلة، العميلة تشارك معايا بالفكرة، نحاول أنه نشوف إيش الذي هيكون مناسب لها للموسم اللي هتزوج فيه، لجسمها، لشكلها، لسنها، نأخذ ونعطي بهذه الخيارات أنا وهي أكثر من محاور، يعني إلى أن نصل إلى النتيجة المرغوبة أو النتيجة اللي هي أساسا في بالها، وبعدين تتسلم لجهات التنفيذ، ويكون هنا نحن مع العروسة طبعا ستيب باي ستيب، حتى لو هي بعيد فتكون معانا من أول ما نقص القوالب إلى أن ننتهي من الفستان ونعمل له الفينيشينج، تقول دن ونشحنه لها. يعني جميل جدا، يعني في تعب في التفاصيل. فخلينا طبعاً نرجع للنقطة الأولى اللي هي الأقمشة. أنت كيف تختار الأقمشة؟ لأنه أظن هذه هي أصعب مرحلة، يعني طبعاً تقريباً هي اللي تحدد جودة الفستان. شكل الفستان، فأنت كيف تعملي؟ يعني أنا في العادة دائماً ما أكون حريصة أن المواد اللي نستخدمها تكون الماتيريال تبعها فاخر. الكريستالات اللي نستخدمها دائما هي سوارافيسكي، اشياء راقيه، اشياء فاخره، عشان تعطينا النتيجه الفخمه اللي انتم تشوفوها بالاخير. واكيد طبعا الاقمشه تكون متشاركه ايضا مع العميله نفسها، مع رايها. أيوة. لازم، لانه هي حتختار كل شيء كانها حاضره تماما، يعني بنستخدم اسلوب انه هي كانها موجوده معانا، مش انه خلاص نسلمها الفستان هي طلبة الموديل نسلمها هو على طول. لا، لازم تكون معانا ستيب باي ستيب.
حلو لانه هذا يوم العمر يعني الواحد بالضبط فستان الاحلام تشوف الفستان تقول هذا اللي فعلا اللي كان في خيالي. أكيد. طيب منى انت من تستقطبي من العملاء؟ العملاء مثلا اصحاب الميزانيات المحدوده ام اصحاب الميزانيات العاليه؟ يعني هو بشكل عام الفساتين اللي انا اقدمها هي نوعا ما فخمه، فهي اكيد ميزانيتها شويه مرتفعه، فتعتبر من المتوسطه الى المرتفعه. لانه في لها تفاصيل فخمه والتفاصيل يعني المواد اللي فيها جدا غاليه. لكن في جميع الاحوال اذا مثلا في عميله اجت وعندها مثلا ميزانيه معينه، فانا ليش لا ممكن اساعدها بهذه الميزانيه انه نطلع بشيء حلو ومرتب بالميزانيه اللي تناسبها. جميل جدا. يعني فعلا في اليمن انت تعرفي الاوضاع كيف بتمر مع كثير من المقبلين على الزواج، فجميل انه انت تحاولي ان انت تمسي كل احتياجات الجمهور من نعم. عميلات يعرفوا يدفعوا الى عميلات اخرى يعني ظروفهم الماديه محدوده. طيب لو جينا نشوف الخدمات اللي انت تقدميها الى جانب يعني بيع الفساتين، ما هي ايضا الخدمات الاضافيه؟ كل ما يتعلق بطلة العروسة يعني من الأكسسوريز التاج هذه الأشياء. يعني تقدر كمان هي تشتري مثلا التاج اللي يتحدد مع شكل الفستان، التاج طقم الأكسسوار اللي ملحقاته يعني. ملحقاته كاملة ممكن إذا هي هذا أوفره لها إذا هي تحب. طيب منى قبل قليل كنا نتكلم مع الدكتور عن التجارة الإلكترونية وكيف هي ما شاء الله مزدهرة، وانت عارفة يعني في الآونة الأخيرة كيف اتجهت الكثير من السيدات والرجال يعني للتجارة، يعني يعني كيف تضمنين رضا العملاء وتوفير مثلا تجربة تسوق مميزة ومختلفة؟ يعني احنا الان اصبحنا في زمن الاونلاين تقريبا كل شيء، يعني حتى مثلا طلبات الماركت ممكن نجيبها من الاونلاين. كل شيء حقيقي فعلا. لكن فكره انه فستان زفاف بهذا الحجم يكون اونلاين لازم يكون العميل متطمن جدا. فانا بستخدم معاهم الاسلوب اللي هو هم يكونوا معايا مثل ما ذكرت لك انفا انه يكونوا معايا خطوه بخطوه، فهذه هي اكثر يعني اكثر صفه ممكن ان تحسس العميل بالاطمئنان اكثر. يعني خاصة انه عفوا سمية بس في نقطة في نساء يتفاجئوا انه احنا اللي مش هذا اللي اتفقنا عليه، مش هذا اللي طلبناه. وتخيل يعني توقع للعروسة هذه الصدمة قبل عرسها بيوم او يومين، فعلا تكون كارثة. صعب جدا، ويكون اصلا تو ليت، ما فيش مجال اصلا للتعديل، ولا ممكن انه اصلا ينفك الفستان ويتركب من جديد او يشتغل فيه من جديد. بس انا عندي كذا حاجة يعني بتحز في نفسي احس اللي هو كيف تعرفي القياسات بالضبط يعني على جسم؟ انا والله يعني كذا متخوفة. انا مثلا اعرف انه لما اشتري من الانترنت دائما يكون في عندي تخوف من المقاسات، انت كيف تحلي هذه المشكله؟ اولا انا بعطيهم الطريقه الصحيحه لاخذ القياس، واذا اخذت القياس بشكل غلط انا ممكن اعرف كيف انه في مقاييس، يعني مثلا الوسط لازم يكون انقص، الصدر اعلى، منطقه الارداف، الاكتاف، وكمان ايضا نعمل احتياط يعني 2 سم 2 سم في حاله انه شويه يكون واسع ولا صغير. لكن لحد الآن الحمد لله مشكلة القياسات جميل جدا ما واجهتها. لا طمنتينا يعني. الحمد لله. طيب منى ما هو أكثر تحدي ممكن تواجهي في هذا العمل وكيف تحلي؟ يعني تحدي من صعوبات؟ يعني في صعوبات مرات تواجهنا في بضيق الوقت، مرات في صعوبات نواجهها بالشحن، مسألة الجمارك، بعض البلدان تفرض علينا جمارك كبيرة، الشحن ممكن يطول لبعض البلدان بما فيها اليمن. لكن الحمد لله نتداركها. قدرتي تتجاوزي هذا الشيء؟ الحمد لله. وخاصة زي ما قلت يعني أعرف أنه في طلبات تجلس بالشهور بالضبط. بسبب موضوع الشحن بالضبط. لليمن يعني. هو بشكل عام ما فيش عمل يخلو من المصاعب. كان الله في عونك. أيوة، بس أنه مع الأيام واحد يتداركها وتصبح سهلة. أيوة، أنت ما شاء الله يعني كاتبة في البوتيك أنه أنت توصيل لكل أنحاء العالم. بالضبط. يعني هذه ميزة جميلة جدا. أنت متى بدأتي أولا أنت توصلي لكل أنحاء العالم؟ هل كان عندك مثلا جمهور محدد اللي هو اليمنيات فقط، وبعدين انتقلتي، هل هناك يعني عميلات عربيات يتواصلوا معك من كل أنحاء العالم؟ احكي لي كمان عن هذه الجانب. في البداية كان الجمهور المستهدف في اليمن صراحة لصعوبة التوصيل هناك، فكان حتى لو في عروسة تحب انها تاخذ فستان زفاف حتى لو هي بتجيب نفسها صعب الدخول اساسا للبلد. أيوة. او اذا وصلت اونلاين حتى في بعض الديزاينرز والهذا يعني ما يوصلوش لليمن، يقول لك صعب الوصول لهناك. فكان الجمهور المستقطب بدايه اليمن، مصر،
بعدها تفتحت آفاق أكثر، يعني انتشرت أكثر يعني في أواسط الجمهور يعني اليمني سواء في الداخل أو في الخارج، فأصبح لأمريكا، سويسرا، كندا، دول الخليج، كل البلدان. أقبل ما نشوف اسمك إن شاء الله برند عالمي إن شاء الله. طيب يعني ما هي الاتجاهات الحالية للتصاميم الفساتين العراس، يعني كونك ما شاء الله خبيرة. يعني هي الموضة بصراحة متقلبة، سريعة التقلب بشكل عام، فبتحسي ممكن من أسبوعين في شيء موضة طلع موضة أو ترندي أو شيء، بعد أسبوعين قدو خلاص أولد فاشن. أيوة. صح؟ لكن بشكل عام هذا الموسم يعني 2023 الاتجاهات أكثر شيء في تصميم فساتين الزفاف تعتمد على الزخارف الهندسية بالفستان نفسه، يعني الزخارف الهندسية المعمارية هذا مدخلينها كثير بتصاميم فساتين الزفاف، وايضا بالاقمشه هذه السنه دارج الدانتيل، الشيفون، الحراير، هذه الاشياء، قصات السمكه، الاكستنشن ذيل، كثير دارجه. جميل جدا. طيب بالنسبه للتصاميم، هل انت تتعاقدي او تشتركي مثلا مع مصممين أو اخرين، وانتم تتعاوني مثلا مع يعني مثلا مصممات اخريات عشان توصلي للنتيجه النهائيه، او انت تعتمدي فقط على رايك وكمان راي العروس في اختيار التصميم النهائي للفستان؟ انا اعتمد في البدايه لما نقرر يعني ايش هو الموديل اللي حنثبت عليه، فهو يكون بدايه معي انا والعروسه تماما. ايوه. بعدها ينتقل للتنفيذ في المعامل او في بعض الجهات اللي انا متعاونه معها، وايضا يكون الاشراف من قبلي. طبعا احنا سعيدين وانا استضافتك. والله شكرا. وان شاء الله دائما هاد يعني لمساتك تكون مصاحبه لكل المناسبات السعيده لكل النساء والفتيات. طبعا الله يخليك. احنا سعيدين. طيب السؤال الاخير نختم فيه، يعني المقبلات الان على الزواج، لو انت معاكي نصائح تقدميها لهم يعني عشان يختاروا الفستان اللي يناسبهم، فايش ممكن تقولي لهم؟ يعني هو اهم شيء انه العروسه تكون هي فاهمه ايش اللي يليق عليها، هذا يسهل المهمه اكثر اولا. ثانيا انه تكون هي فاهمه ايش تشتي، لانه البعض يكون في بالها فكره بس مش عارفه هي ايش تشتي او مش عارفه ايش توصلها. ثالثا اهم عامل انا بالنسبه لي انه عامل الوقت، يعني كل ما كانت العروسه مرتاحه وعندها الفستان من بدري، كل ما كان الضغط والتوتر ينعكس يعني على ثقتها على في يوم زفافها. طبعا خاصه انها تكون من الله متوتره اصلا. طبيعي وقلقة. طبيعي. فما فيش احسن انها تظهر يوم عرسه براحه ورضا. فعلا فتنعكس على الطله بشكل عام. فعلا منى نبيل ابو غانم، يعني عفوا منى نبيل غانم، صح؟ صحيح. يعني سعدنا بتواجدك معنا، واحنا فخورات دائما. تشرفت بلقائك. انه نشوف فتيات يمنيات ونساء يمنيات معهم وصاحبه مشاريع خارج اليمن وداخل اليمن، ومش اي مشروع، أي مشروع راقي جدا وجميل جدا. يعني انا انصح كل المشاهدات انهم يروحوا يزوروا يعني حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا نورتينا. شكرا. وختمنا معاكي يعني، وكان ختام ختام مسك ان شاء الله. تسلمي يا عزيزتي. اذا